ما لك نائما؟ قم اصرخ إلى إلهك. بقلم الراهب متياس الصموئيلي المتنيح نيافة الأنبكراس أسقف عام المحلة. مراجعة نيافة الحبر الجليل الأنبابي من أسقف نقادة وقوس. مقدمة. يوجد دير أثري جوار قريتنا باسم السيدة العذراء، يقام فيه احتفال سنوي لمدة 7 أيام، فكنا نذهب ونحن صبية صغار نفرح ونمرح كثيرا، وكان يصيبنا الإعياء والإرهاق الشديد والتعب من كثرة اللهو والجري واللعب، فكنا ننام بعض الوقت في النهار، فكان يأتي أخي ويصرخ فينا: قوموا، إنها أيام قليلة، 7 أيام فقط في السنة نمرح فيها ونفرح، لا يصح أبدا النوم الآن. وإني أتساءل بمنطق أخي، هل من تنتظره حياة أبدية بشرط السهر فقط يحق له أن ينام الآن؟ وآه من الذي ينام ملتزما جدا، أي 8 ساعات فقط في اليوم، فإنه يموت ثلث عمره وينفصل عن الحياة تماما. لا تخف، إنها حقيقة ومقدمة الكتاب. قراءة في سفر يونان الإصحاح الأول من 1 إلى 17. خافوا، من هو الإنسان الخائف الرب؟ فأرسل الرب ريحا شديدة فخاف الملاحون. لقد تبنى الملاحون الأمميون خطة عظيمة، خطة روحية مقدسة في تجربتهم، وهذا أدى إلى خلاصهم. فمن الأشياء التي تستحق الاهتمام والوقوف أمامها كثيرا لنتعلم نحن أيضا كيف ننجو من أخطار التجارب والضيقات. إنهم في ترتيب أحداث خطة النجاة قد جعلوا الله هو الأول في اهتمامهم، حيث وضعوه في أول بل ووحده في قائمة من يطلبون ويلتجئون إليه، واستبعدوا تماما كل تفكير أرضي ومعونة بشرية تعطل ذلك، فكان لابد لهم من النجاة. فحينما كادت السفينة تنكسر خافوا. لقد خاف الملاحون خوفا مقدسا، لذا ترتب عليه جميع أحداث خطة النجاة الناجحة. وإنني حكمت سريعا أنه خوف مقدس، ليس عن غير دراسة أو دون تدقيق، لكن ترتيب الأحداث حتى النهاية أكد كل ذلك، وسنرى أنه الخوف المقدس، وقد ترجم عمليا في خطة النجاة العجيبة حقا. عكس ذلك تماما ما حدث مع فرعون، فلقد كانت يد الله واضحة في جميع ضربات فرعون، وكان يعرف ذلك جيدا ولم يخف أبدا، وإن تأثر فكان ذلك إلى حين، وها قد جنى ثمار عدم خوفه وقساوة قلبه، فغرق ومات وجنوده. أما هؤلاء الملاحون فلقد ترجموا خوفهم هذا إلى صراع وصراخ وصلاة كل واحد إلى إلهه، حتى حينما سكنت الأمواج وقد هدأ كل شيء حولهم شكروا وذبحوا ذبائحا ونذروا نذورا. لكن هناك أيضا أنواع من الخوف. 1. خوف مريض. وسأله أهل المكان عن امرأته فقال: هي أختي، لأنه خاف. تكوين 16:7. سيدي إسحاق بن الموعد وإبراهيم القديس وثاني الثلاثة البطاركة الأولين وأب كل نسل شعب الله، إنني في غاية الحرج وأنا أراك خائفا ومختبئا وراء رفق امرأتك، بينما أرى من الناحية الأخرى الله يقسم بذاته بأنه يكون معك حيثما ذهبت وسكنت. فأين أنت يا سيدي الخائف رغم هذا الوعد المقدس وصوت الله؟ وكيف تخف بينما الله قد تعهد بأن يحرسك ويحميك أينما كنت ويحفظك؟ وكيف أيضا تخف من الناس ولم تخش الله وقد كذبت عليه؟ وهبنتك سوسن العفيفة تصرخ وتدوي صرختها لتمتد إلى كل الدهور: خير لي ألا أفعل ثم أقع في أيديكما من أن أخطئ أمام الرب. وها قد قدمت نفسها للموت بريئة، ف
فكيف تريد أنت النجاة لنفسك ولا يهمك أبدا أن يغضب الله؟ لذا لم أجد لي مبررا واحدا يجعلني أكف عن ملاحقتك والحديث معك، فلقد أعلمك الله في وضح النهار بأنه لا يفارقك قط، بل ويكون مع نسلك إلى الأبد، فكيف لا تثق أنت بهذا العهد المقدس وميثاق الله؟ وهلع قلبك وخشيت على نفسك دون داع أو شيء يذكر. ألم يعطيك ماضيك مع الله للحاضر طمأنينة وللمستقبل ضمانا؟ ولمن جاء قول الكتاب: إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه. مع الأسف الشديد والاعتذار الكثير يا أبي إسحاق، إنني أرى أن ملك جرار كان نبيلا جدا، لأنه حينما عرف أنها امرأتك وليس هي أختك كان شجاعا، حيث أنه أعلن هذا النبأ لشعبه كي يحميك لئلا يقع بك أحد ليؤذيك أو يمس امرأتك بسوء. وقد قال: الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت. ليتك قد سمعت صوت الله وهو يتكلم مع أبيك إبراهيم ويعطيه وعد ميلادك وبشرى ولادتك، لكنت قد علمت أنه ليس أنت أبدا يا أبي إسحاق الذي يتسلل إليه الخوف أو يتسرب إلى قلبه الرعب والقلق، لأنك من خلفية مقدسة وشجرة مباركة وغصن مثمر، حيث أنكم ثالث بداية روحية في الحياة كلها مع الله، أي بعد آدم ونوح. هذا هو أنت وتاريخ بيت أبيك. نعم أنه ضعف بشري، لكن لا مبرر له على الإطلاق، وإن كان قد كتب ليؤكد صدق كلمة الله وكتابه المقدس، وأيضا لنأخذ نحن درسا وعبرة وفائدة وحذرا. والمثال الثاني للخوف المريض: ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا. صموئيل الأول 17:11. لقد تعجبت جدا لذلك، حيث أنهم صدقوا كلام الفلسطيني وكذبوا أعمال الله سنين هذا عددها. ولكني أقول لكم: كيف تسرب الخوف وكل هذا الرعب إلى قلوبكم ومن أي جهة؟ وما الدافع أيضا لهذا الخوف؟ وكيف سمعت أذانكم هذه الكلمة ومتى؟ بينما الله يسكن بينكم وصوت التسبيح لا ينقطع أبدا طوال حياتكم في الجبال المقدسة والإقامة في القفر. إنه خوف غير منطقي بالمرة، ولا مبرر له أبدا ولا حجة قط. انظروا إلى الوراء، إلى الوراء كثيرا منذ البداية وتاريخكم المقدس كله. انظروا إلى فرعون الذي أراد قتلكم فأماته الرب وجنوده وكل مركباته. انظروا إلى البحر الأحمر وكيف انشق إلى نصفين كي تعبروا أنتم مخالفين بذلك كل قوانين المياه وما تعرفه الناس عن طبيعة هذه المادة، وعبرتم فعلا وكانت المياه سورا لكم عن اليمين واليسار. اسمعوا لقولي هذه المرة يا شعب الله: من الذي أطعمكم المن في البرية والسلوى في القفر وخبز السماء في جبال التيه سنينا هذا عددها؟ إن محذر واحفظ نفسك جدا لئلا تنسى الأمور التي أبصرت عيناك. لمن هذا النداء والتنبيه والتحذير يا إسرائيل؟ إنها وصية مكتوبة وشريعة مدونة خصيصا للتذكرة والعمل بها، فأين أنتم من التثنية وسفر الشريعة؟ تكلم يا شعبي وقل متى تركتكم حتى تنسوا أو تتناسوا كل هذا العمر، وكيف نسيتم أنتم أعمال الله لأربعين سنة كاملة في 40 يوم فقط لا غير؟ ليتكم قد خفتم وخشيتم جدا، لكن على اسم إلهكم الذي كان يعيره هذا الفلسطيني الأغلف، بصدق ما كنتم وجدتم أي وقت أبدا كي تصرفونه في هذا الخوف المريض. إن اهتمامكم بحياتكم الأرضية والنظر تحت الأقدام قتل عندكم كل غيرة مقدسة، وأعطى صورة سيئة وضعيفة عن شعب قوي، شعب قدوس إسرائيل.
لكن هذه نتيجة طبيعية للتفكير الخاطئ والنظر إلى الفلسطيني المدجج بالسلاح، لأن هذا قد حجب عنكم تاريخكم المقدس كله ورؤية الله الساكن في وسطكم. وهذا يذكرني أيضا بأن كل من يطيل النظر إلى الشجرة المحرمة أي جليات ينسى الوصية وكلام الله وقوة القدير فيخاف. لكن اسمعوا لي وأطيل النظر إلى داود الفتى الصغير، فلقد سألناه: من أين لك هذه القوة والثقة والإيمان؟ وكيف جئت بكل هذا في عمرك القصير وحياتك القليلة جدا؟ فلقد رأينا الله يسكن في قلب داود واحد بينما قلوب جبابرة إسرائيل كلها قد ذابت كالشمع، وها قد روعها شخص فقط جليات. قل لي يا سيدي داود الصغير، لأنني أعلم تماما أنه لم يغب عن نصب عينيك كل أعمال الله معك وتاريخه المقدس، وكنت دائما تترنم بذلك منذ قتل الأسد والدب، لأن تذكار التاريخ المقدس والتغني بأعمال الله كثيرا يعطي قوة جديدة ومعونة متجددة لهزيمة كل جليات تقابله. أليس الله هو أمس واليوم وإلى الأبد؟ لا تخف من الذي يقتل الجسد، فالله يدافع عنكم. لا تخف الأباطرة والملوك، لا تخف الأباطرة والملوك والولاة، لأنه يعطيكم فما وحكمة. لا تخف الضيق والألم والاضطهاد، لأن كل ذلك يؤول إلى خير وإلى مجد. افرحوا إذا عيروكم وتهللوا لذلك كثيرا، لأن في حفرة الرجم رأى استفانوس المسيح في مجده والسماء مفتوحة أيضا. وفي جزيرة بطمس وسط القيود والوحدة والبعد والأغلال رأى يوحنا السماء مفتوحة وكل المجد. رأى المسيح المنتصر وأولاده الغالبين، فاستأذن الأغلال وكتب لنا كل ما رآه. ونحن لسنا أبدا في حاجة إلى سرد أكثر، فنحن نعيش خفة الآلام ونحيا أيضا ثقل المجد في نفس الآن والحين، وإن وجودنا للآن شاهد عيان على كل ذلك كل يوم. 2. خوف نتيجة الخطية. نعم، كل قتلاها أقوياء والجرحى كثيرون. لقد كان أبونا آدم سيدا على جميع المخلوقات حينما كان تحت طاعة الوصية ومحبة الله، لكن عندما سقط في الخطية تغير الحال وتبدل كل شيء من حوله، وصار عبدا ذليلا أسيرا لا يعرف كيف يستر عريه وجسد امرأته، وخاف واختبأ وارتبك. وهكذا قين أيضا، بعدما قتل هابيل أخيه هرب على وجهه وتاه في الأرض وقال: كل من وجدني يقتلني، في حين لم يكن في الحياة سواه وأبوه وحواء أمه. نعم، الشرير يهرب ولا مطارد. 3. الخوف المقدس. فإذ نحن عالمون مخافة الله نقنع الناس. هذا هو الخوف الروحي الذي يوصي به ويتكلم عنه القديس بولس الرسول، أي كل ما يخص خلاص النفس وكل ما هو للحياة الأبدية واحترام الوصية وكلام الله. وهذا الخوف مذكى جدا من آباء الكنيسة وقديسيها، فلقد قالوا: حيث لا توجد مخافة لا توجد توبة. لنحيا في مخافة الله اليوم كله. وجاء في الكتاب المقدس كثير من الآيات التي تؤكد ذلك وتؤيده، منها رأس الحكمة مخافة الله. إن أجمل وأحلى بداية حقيقية للحكيم ذي الفطنة هي أن يخاف الله فلا يكسر وصاياه. لا تستكبر بل خف، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. ارتعب وارتعد وابتعد عن كل ما يعطل مسيرة خلاصك المقدسة. خافوا الله واعطوه مجدا. اعرف من هو إلهك واخضع له كما يحق. إلى هذا انظر أيها المسكين والمرتعب من كلامي، تشويق وترغيب من الله لكي نحيا المسكنة الروحية فينظر إلينا.
طوبى للرجل الخائف الرب. الطوبى هي سعادة وفرح روحي، ومن يحيا هكذا يكون في سلام على الأرض وفي السماء مع المسيح. وهذا النوع من الخوف هو الذي يصل بنا إلى المحبة الكاملة لله، فإنه الخوف المقدس. كثيرا ما يأتي بالمحبة إلى القلب، وحينما يمتلئ القلب بالمحبة يطرد الخوف إلى خارج. فلقد خاف يوسف وهرب من امرأة سيده، فصار له هذا تذكارا أبديا مقدسا. نعم، خاف يوسف وهرب، وكأنه كان جوار يوسف النجار حينما كلمه الملاك قائلا: قم خذ الصبي وأمه واهرب. وهكذا فعل هو أيضا وهرب، وهرب مقتديا بإلهه الذي هرب من وجه هيرودس. وكان ذلك ليس أبدا بسبب الخوف، بل كي يرسم لنا طريق انتصار سهل لا خسائر فيه، ويضع لنا أيضا قانون عدم مقاومة الشر. لقد هرب يوسف تاركا وراءه ذكرى دهرية ودرسا خالدا ورائحة عطرة ومثلا حيا للإحساس الدائم بوجود الله والخضوع للوصية، يحتذي به كل الشباب إلى كمال الدهور. لقد هرب ودخل السجن فصار حرا، حرية مجد أكثر من جميع الأسياد عبيد الخطية. وهكذا عكس ما حدث مع شمشون وعلى النقيض منه تماما، شمشون المكرس للرب وقاضي إسرائيل الذي تصلف وتجبر وتكبر وافتخر باطلا بنعمة المسيح وقوة الله. لقد أعطيت له لا لكي يمزح بها ويحاجي شعب وثني وشباب غريب ويصرفها لميول الجسد والشهوات الأرضية، بل ليخدم بأمانة ويقضي بالعدل لشعب الله الذي اختاره لهذه المهمة فقط، وهذا العمل المقدس لا غير. فلم يهرب شمشون ولم يخفى على إلهه الساكن فيه عندما رأى خداع دليلة وشباب الفلسطينيين السائر حوله. لقد نام في دائرة الخطر، نام على ركبتي دليلة والتي كانت كالبركان الثائر، متوقع انفجاره بين لحظة وأخرى، وقد حدث. فلقد رأى الخطر بعينيه ولم يتعظ، لأنه كان قد فقد البصيرة قبلا، منذ أن عرفت قدماه الطريق إلى غزة وسورق وفلسطين، أي الخطية والبعد عن أورشليم حيث المذبح. لقد نام مع الحية في مكان واحد، فلم يبعد قبره عن بيتها كثيرا. استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات. وهل كان هذا النداء لشمشون وحده أم لكل سكان دائرة الخطر والكرة النائية؟ فلقد مات شمشون سريعا لأنه توسد عظام النتنة. فعلا الصديق يرى الشر فيتوارى كيوسف، والأشرار يعبرون فيعاقبون كشمشون.